استأنفت جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمدينة مراكش مساء الجمعة الماضي جلسات تكريم الوجوه الرياضية التي بصمت على مشوار خدم الرياضة المراكشية محليا وطنيا أو دوليا. وقع الاختيار خلال الجلسة الأولى على السادة حسن الأصيل لاعب صام سابقا وحكم سابق ومندوب حالي، وعبد الله الفتاوي المعروف بسامبا لاعب سابق للنجم والمولودية المراكشيين وفريق الجيش الملكي، وعمر عزازي لاعب سابق للصام، ونور الدين البدوي لاعب سابق لنجم مراكش والجيش الملكي، وأحمد فوناكا مدرب حراس المرمى وحارس سابق للكمال والكوكب المراكشيين والنادي المكناسي واتحاد الشرطة. وانطلق الحفل باستعراض حصيلة التكريمات التي قامت بها الجمعية في المواسم الماضية من خلال صور توثق للحظات التكريم، قبل أن ينخرط أعضاء من الجمعية في الإدلاء بشهادتهم في حق المحتفى بهم. عبد الله صندوق يعني لاعب متميز، مدافع صلب، مر من عدة فروق، ك مثلا لعب النجم ديال مراكش ثم انتقل للجيش، وما أدراك ما الجيش، لأنه باش يمشي يعني واحد الشاب مراكشي ويمشي ويثبت المكانة ديالته في فريق الجيش ماشي من السهل. هو والأخ البدوي نور الدين اللي كيعتذر انه كان عنده شي ظروف قاهرة، هذا هو باش يعني ما بقاش غادرنا. ثم نعاود نرجع لسيدي عبد الله من المدافع، يعني كان مدافع صلب، انه باش يثبت المكانة ديالو كي قلت مثلا الجيش الملكي ماشي من السهل. عدة الفروق لعب في مولودية مراكش بلا البلاء الحسن في واحد الفترة اللي كانت المولودية كانت تزخر باللاعبين يعني ممتازين في هذاك الثمانينات، لعب مع فريق اي توري يعني لعب في فروق يعني عدة. وسيدي عبد الله كيتعرف يعني بالنكتة وبالأخلاق العالية وشق المسار ديالو كمدرب، يعني مشى درب الفريق ديال ورزازات، وربما يمكن سي عبد الله يعني تيبان ليا في السنوات الاخيره انا يعني انسحب من ربما من الميدان لظروف، هو واللي كي غادي يعرف شنو الظروف اللي جعلته انه ينسحب منه. ولكن كيف ما كان الحال سيدي عبد الله تيبقى ديما من العناصر الجيده في دين طراج. سيدي عمر يعني الزازي عائله رياضيه، لاعب ديال فريق لاسام، يعني من داز من المراحل يعني ديال الفئات تلعب يعني في ليكيب بريمير في وهذيك الوقت فاش كان سيدي عمر في لاسام، راه ماشي ساهل انه لاسام في واحد الوقت اللي كان تاسسوا على هذاك الفريق انه كان كيضم لاعبين كبار يعني من ودوز دي جينيراسيون. انا ما غاديش الجينيراسيون اللي كان فيها مولاي عبد الرحمن بن ساسي، مولاي عبد العزيز بن ساسي، وهادو لاعبين ديال لاسام وسي بن جادلي اخره، وهذا سيدي عمر جا في واحد الفترة اللي كانوا فيها لاعبين متميزين. إلا ذكرت على أنه لعب مع رحال حنقزات ومع الحسن الأصيل والمحجوب والمحيجيب ديال، يعني كان فريق يقام له ويقعد، وكان من اللاعبين المتميزين. غير ربما سيد عمر يعني خوا مدينة مراكش ما بقاش تيبان لظروف عمل أظن، كان يعني في كيفاش كنقولوا يعني في اللعب ديالو كان قبيح في كورتهم، يعني عكس مصطفى خوه، يعني مصطفى كان يعني فنان رقيقي ولكن كان تميد في اللعب ديالو داكشي، ولكن مصطفى كان شي شويه يعني كي كنقولوا باسمه كان عمر كان شويه حار في اللعب ديالو. حسن الاصيل كيف قال حتى هو من عائله رياضيه، لانه كنعرفوا عبد الملك الاخ ديالو، ومصطفى حبا اللي دوز واحد المسار جيد لا في مولودية ولا في أولمبيكس. سيدي حسن حتى هو كان مدافع، ولكن مدافع يعني رقائق راقي، يعني حتى هو لعب في لاسام، يعني حتى هو في هذيك الفترة ملي كان مع السيد عمر حتى هو كان يعني مدافع يعني يعني أنيق لا في اللبس ديالو ولا في اللعب ديالو، والأخلاق
كان فيه اخلاق كبيره بزاف لينا وزد حسن عائلته هكا كبير انا كنعرف انا خوتو كلهم ولا عائله منه كيمتاز باخلاق عاليه وعاليه جدا زد حسن. ومن لعب في واحد السنه لعب في تيزنيت كان مشى للعمل ديالو لعب في تيزنيت يعني دوز واحد السنه تما عاوتاني رجع ولكن من هنا انتق يعني شد المسار ديالو كحكم وملي يعني ولا كحكم كان حكم متميز ربما كان كنقول انه كان تيفرض يعني شخصيته بالاحترام اللاعبين لدرجه انه كلشي كان تيحترم حسن. فملي كتشوف انه سي حسن كان تيلعب لك شي مباراه كتطمئن على انه جاي واحد الراجل يعني ستريكت ما كاين لا نزاع كيدوز المباراه ديالو جيده ومشى حتى ولا تيلعب يعني حكم فيدرالي حكم فيدرالي مع ابو القاسم مع سي احمد بشرى مع بعض الاخوان اللي كان عندهم المسار جيد في ثم الان يعني كيدير مندوب ديال المباريات وكنشهد لي على انه سي حسن يعني كي التقارير ديالو انا ما كنشوفهاش ولكن غير من خلال داكشي اللي كان الاصداء اللي كناخذوا من يعني من العصبه ولا شي حاجه انه ربما من القلائل الى تقول لي انه كيضبط الامور ديالو بواحد التقرير يعني مضبوط. سيدي احمد فونكا راه كبر قدامنا تنعرفوا سيدي احمد من فوق تنعرفوا البصر ديالو كريادي هو كان شاب صغير ولعب ما لعبش في فئات الصغرى دوك لي كاتيجوري ما لعبش لعب مباشره لعب في الفريق ديال الكمال هو يعني في عام الشباب ديالو كان شاب باقي صغير ولعب في الكمال ديالو كان يعني الحارس بان على انه بان واحد الحارس من مدينه مراكش الفريق ديال الكمال الفريق ديال الان عندك يعني كان في القسم ديال كان الثاني ما كانش هاد الهوات واحد ولا جوج ولا شي حاجه كان القسم الثاني كان زد احمد كان شاب صغير وكان هو اللي كان ديك الساعه تيحبس الكمال وربما راه دازو حراس في الكمال كزعبيل وك كبير وكاينين ولكن جا زد احمد وثبت المكانه ديالو وشد المكانه ديالو كحارس في الكمال اللي بدوره كانه تاسف على هذاك الفريق اللي انضطر من سمو مع الاسف. انتقل للفريق ديال الكوكب المراكشي وباش ينتقل معناه انه باش الفريق ديال يعني الفريق الكوكب الفريق الاول ديال المدينه ويمشي ويجيب واحد اللاعب من معناه انه راه عنده امكانيات كبيره باش يجيبوا الفريق ديال الكوكب ديال مراكش. ثم انتقل الفريق ديال النادي المكناسي من بعد النادي المكناسي داز الفريق ديال الشرطه بحكم العمل ديالو كسلك ديال الشرطه دازو تحت الامراء ديال سيدي احمد وتحت الاشراف ديال سيدي احمد الا ذكرنا الكناني اللي تيلعب دابا مثلا في الجيده وبنان وكرتيت والبعضلاوي اللي هو دابا يعني المدرب ديال الحراس حاليا ديال الكوكب المراكشي وبودلال وعفيو واخر كيف تيقولوا اخر العقود هو زوكا اللي كيلعب دابا حاليا وهاد الوليد اللي كاين في بركان المحمدي وهذا اللي كيلعب كيحرس دابا بن التومي هذو كلهم كانوا اشرف وولد فوناكا انا شفتو لانه تبارك الله يعني هذا جاي حتى هو تبارك الله حاز على دبلوم من الديار الالمانيه في 2006 وثم دبلوم ديال الحراس المرمى ثم الدبلوم بي ها لي ليسونس بي مؤخرا لا ليسونس بي يعني سيدي احمد يعني اي بولي انا كاين هذيك الاختصاص ديال الحراس المرمى عنده فيه دبلوم ولكن كديبلوم ديال 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 التدريب هذيك لا ليسونس بي كتعطي مثلا الاونترينور ولكن كاين الاختصاص ديالو كحارس المرمى هو سيدي احمد يعني السمعه ديالته لانه مؤخرا غير كنا في واحد دينا في واحد المنتخب ديال العصبه الافران يعني الناس كيسولوني عليه وكي يعني عنده واحد سمعه طيبه لا بالاخلاق ديالو ولا بالمعامله ديالو معلو وسيدي احمد راه يعني في مدينه مراكش يعني بالاخلاق ديالو التدخل ديالي غيكون مقتصر على جوج ديال الناس بحكم انني عشرتهم وجاورتهم في ميدان كره القدم الاول السي عبد الله صنبا على ما اظن لعب الدور ايامات الجيش الملكي كانت سنة 81 82 على ما اعتقد
باش تدوز سي عبد الله خصك تنعس مع السبع ديال العشيه وتاكل مزيان وشوف يلاه الا دزتو الا دزتو الكره ما دوش دازت الكره انت ما غاديش تدوز وبارك الله يطلع كنتخلق ونتمنى لك التوفيق سي حسن. بالنسبه للمحتفى به الثاني اللي بغيت نهضر عليه السي احمد فوناكا راه 10 ديال هذه قريب من 30 سنه تقريبا حنا كنعرفو ملي جيت لعمات مراكشي بالاضافه للجانب الرياضي راه السي بلبروس راه قال ما فيه كفايه لكن على الجانب الانساني ديال السي احمد فوناكا انه في الايامات اللي جيت لهنا لمراكش يلاه عاد جديد ما عرفت شي حد فتح لي الدار ديالو وسكنني مع الاهل ديالو وعطر فيا داكشي نعتبرو بحال الاخ ديالي والعلاقه ديالنا هادي قرب 30 سنه وحنا مثال العائله المراكشيه القحه شرف العائله المراكشيه. مرحبا مولاي رشيد اللي جانا لهاد الليله وانا مستعد باش حتى هو يكون معنا في الجمعيه. وخلفت شهادات اعضاء الجمعيه اثرا بالغا في نفوس المحتفى بهم الذين عبروا بدورهم عن امتنانهم للجمعيه شاكرين صنيعها. الناس اللي شفنا لا في الروبورتاج ولا الناس المحتفى بهم تيحصل لي الشرف انني نكون واحد من بيناتهم. الناس اللي عطاو الكره عطاو لهاد البلاد عطاو لمدينه مراكش عطاو للمغرب تيشرفني كثير انني نكون مع محتفى مع السي عبد الله اللي كنت نتفرج فيه وكنا تنتمناو غير نشوفوه ونتصوروا معاه. كان تيجي ذوك الوقيته في الدوديه بحكم كنتسناو غير نتصوروا معاه وحياني الله تشرفت تكلمت معاه هذا فضل الله سبحانه وتعالى. تنشكر الجميع السي عمر واخا ما عشتش الجيل ديالو ولكن السمعه ديالو والاخلاق ديالو والمسار ديالو في كره القدم راه كبير. السي الاخ مشى السي بدوي حتى هو الناس اللي سمعنا عليهم كذلك السي حسن عرفتو انا في الاربيتراج فين تعرفت عليه مزيان. الحمد لله تنشكروا الجمعيه تنشكروا السي سعيد والاخوان كاملين على هذه البادره هذه اللي هي بادره طيبه هذه هي تتحمسنا وتتعاود تحيي فينا الروح باش نعطيو كثير لهاد البلاد. هاد البلاد محتاجه لولاد بلادها محتاجه الناس اللي تيخدموا بقلبهم محتاجه الناس اللي فيهم فيهم الوطنيه في الدم ديالهم. ولا ما كناش عزيزه عندنا بلادنا وتنحبوا بلادنا ما يمكنش نكونوا بحال هكا ومجموعين بحال هكا. واش نقول لك والله العظيم الا انا عارف فاش تعيط لي وقال لي راه غتكون مكرمين انا كنت جاتني شويه قلت انا ما عطيتش في الكوكب بزاف. علاش ما عطيتش في الكوكب بزاف؟ جيت لقيت رفاعيه لقيت زكريا في ليكيب ناسيونال دونك ما عمرك غادي تلعب ما يمكنش غادي تلعب ولكن الحمد لله اجتهدت وخدمت لعبت في الكره ومشيت تنتكون الحمد لله باول كتاب تاع مدربي الحراس عطاه لي السي بلبروش الوقت جيت للكوكب في 2002 يمكن 2003 وباش تعرف الانسان الا السي بلبروش ما نساش الخير ديالو والله العظيم الا اول كتاب تنقد ديال الاونترينور ديال غارديان دي بي تنقد يعطي لي كملت لونطريمون وخرجت تلقى معايا السي بلبروش واش عاقل ولا ما عاقلش ويقول لي نعطيك هذا الكتاب هذا قريت منه هزيت منه دي زيكزارسيس مشيت تنجتهد الحمد لله حدا مرضات الوالدين مشينا تكونا الحمد لله هما الان السميات في المغرب باينين السميات خدمنا معاهم كانوا ناس جاو عندنا حراس تطفاو وعاودتاني في الكوكب حيا ومشاو ليكيب ناسيونال داكشي ماشي مني انا داكشي بفضل من الله سبحانه وتعالى حنا غير سبب ما نطولش عليكم تنشكركم بزاف والله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. اولا تنشكر الجمعيه جميع الاعضاء ديالها وعلى راسهم السي سعيد بعض الله فالدور ديالي انايا ما يمكنش نعبر لكم على الشعور ديالي حيت تمت الاستدعاء ديالتي من طرف الجمعيه فهذا شرف كبير لنا وتنتمناو باش جميع الجمعيات يكونوا شويه الجمعيات مطمنين. هذا واحد الملاحظه من خلال
تنطلع طلعت على شي حويجات على حساب السيت ما كاينش واحد التضامن شويه في الجمعيات خاص يكون واحد شويه التضامن تكون واحد شويه ديال الاخوه ما يكونش ذاك الانفعال وذاك الرد انا راه مجيد فلان وهذا راه مجيد فلان اللي عجبني بزاف انا في الجمعيه هذه تاع قدماء اللاعبين والمسيرين بمدينه مراكش وهو الالتفاته لجميع المراكشيين لجميع بدون استثناء ما يمكنش نعبر لكم على الشعور ديالي اليوم وعلى هذه المناسبه هذه تنتقدم للاخوان كلهم اللي كانوا معايا في هذا التكريم هذا بالشكر والسلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. في الحقيقة كهذه المسائل اللي فاجأتني أنا المفاجأة الأولى هو استدعائي لهذا الحفل إذا ما كانش كنتوقع نهائيا. المفاجأة الثانية هو حضور بعض الوجوه اللي ما شدها تقريبا واحد 30 سنة هذه أو أكثر من تقريبا 79 إلى الآن. المفاجأة الثالثة هو تأثري عميق بوفاة بعض اللاعبين الكبار المراكشيين لا داعي لذكر اسمائهم الله يرحمهم جميعا. المسار ديالي كان شويه متذبذب في كرة القدم ولكن مع ذلك كنت من المتميزين في اللعبة ديال التروزام ديفيزيون والمناسبة علاش قلت هذه الكلمة هذه كنت متأثر بزاف بالسي بنسيس كنت يلعب كرة القدم نظيفة وبواحد الطريقة غريبة وكنت ديما تنقول للسي حسن أصيل كنت تنقول له الأمنية ديالي هو نوصل لمستوى ديال والحمد لله ماشي وصلت ليه واحد 100% ولكن يعني وصلت لذاك الرغبة ديالي وكنشكر هاد الجمعية هادي وكنتمنى لها ان شاء الله واحد المسار يكون طويل وتنتمنى باش الاخوان اللي هما مثلا تسدعوا هادو اليوم باش حتى هما يعاودوا يكلموا ناس اخرين حتى هما اللي هما غايبين علينا باش حتى هما يجي باش لان الحياه ديال اللعب كان قال لي واحد نصراني باقي كنتذكر في رسام كان قال لي لا في دو جوغ ايت ان بابي جورنال il nous faut écrire sur ce papier que de bonnes actions. يعني كنتمنى ان شاء الله باش لي زاكسيون ديال هاد الجمعيه ان شاء الله تبقى نقيه ومستمره الى الابد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر الجمعيه على هاد الدعوه هادي ونشكر الرئيس على هاد الوجوه اللي زعما كنت انا مشتاق لهاد اساتذه الرياضه اللي تنقول اساتذه الرياضه بمعنى الناس اللي كبروا معنا في واحد تقويم واحد الرياضه اللي كانت مبدئيا كانت عندها واحد الدروس وهي لاباز كل شيء هاد الدراري اللي دازوا معنا كانوا لاباز ولاباز هي اللي تعطينا النجوم جيت مسرور بزاف لان كنت مشتاق لهاد الناس هادو 40 سنه وانا متغرب باش ما نشوفش السي محمد الزاز وحسين سي احمد بن القروش بزاف د اللاعبين هادو لاعبين اساتذه ماشي تنقول لهم انا كويريا اساتذه كرة القدم وتنزيد تنتاسف على جوج فروق عندنا في مراكش يا اسف تنتاسف بزاف على مولودية مراكش ونجم مراكش هادو مدارس ويا حسرة هادو مدارس كنت تسناهم عاد الان يكونوا في برومي ديفيزيون ماشي في الاقسام الصغرى هذا هو الاساس الشديد وانا جد مسرور بزاف بالوداديه بهاد الدعوه هادي اللي شفت نجوم اللي نشات معها وكبرنا جميع 40 سنه ما تشوفناش وما نساونيش تنشكرهم بزاف وبحراره وتنتمنى لهاد الفروق بجوج يرجعوا للمكانه ديالهم الاصليه تنتمنى للبلاد لان البلاد فخوره بالمواهب وتنشكر بزاف الناس اللي عطاو الكثير منهم السي محمد الزاز منهم السي احمد بن القروش منهم السي حسين تنلقبوه بالطرو اسمح لي واخا قلت لي هادو واخا قلت لي هاد اللقب هذا السي عبد الصماد السي سعيد هذا الهندام ديالنا اللي كنا تنسميوه بكريف انا ذاك كريف
حنا تنتفرجوا تنقولوا كريف ديالنا انا ديال المولوديه اللي هندام الرياضي والسعيد اسمه بن فضيل هذا كان هو داك النبض ديالنا ديال الميلو تيران ديال لا كومباني ديال الميلو تيران هو العلوي. كانوا الناس يتفرجوا لنا تيقولوا العلوي ما تيدير والو، ولكن الناس هاي العلوي اش يدير في التيران. هادو جوج الناس كانوا تيمشيو انا والصماط، انا وسعد الله الصماط، تنكون نحس براسي غادي ب 20 حتى تنولي حاس راسي غادي ب 40 60 80 كملت 100%. تنشكركم بزاف، تنشكركم بزاف، تنشكر هذه الجمعيه بزاف، وعلى وخصوصا الرئيس سي سعيد، وتنتمنى لها التوفيق هذه الجمعيه، وتنتمنى للاصدقاء ديالي التوفيق والنجاح وطول العمر، وتبقى هذه الاستقامه، ونرجعوا الفروق ديالنا ان شاء الله في اقرب وقت نرجعوهم للمكانه ديالهم الاصليه. لا فريق مولوديه مراكش ولا فريق نجم مراكش، هادو مدارس، هادو مدارس يا حسرة، عطاو نجوم، ولا جينا نحسبوا هاد النجوم لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، عطاو نجوم كثيرة بزاف للفرق الوطنية، باش يموتوا كاع ما يبقاوش كاع ويمشيو لأقصى درجة اللي في الفرق بحال المحمدية ونهضا السطاطية. اللي كان طرى ليا مزيان هو مع الغويني. يلا ويدي لي لعب هاد السوليكس يلاه بدينا تاني عاود مع الماس نسيتو ما جات الا واحد الكرة عزيز الديدي في السونتر هو هنا في الكوان وانا هنا درت هكا الله نصور درت هكا تلاقينا قلت اي وانا ترجع لي السوليكس يا شتي السوليكس ها هنا فتبان حنا نديرو الجبارات مللين فر تقدينا ايكو طف طف وانا ندير بحال رولاشي ديك رولاشي زعما بحال باش يسونطري عطيتو باش يسونطري وانا ضربت ليه الحساب مع الكورني وبالليل وهذاك البوطو ديال تيري الفتح عامر بوفرتو طوبوطي بلاتي ما درت انا ديك لا فولي ديك صافي طمع باي يسونطري انا هي اللي بغيتو يسونطري مع السونطراج مع التكل كرة طلعت لعند دوك بوفرتو الطوال ويطلع حتى هو مع طار ويطيح بط وانا ندير ليه الشاوة ولا بيرلي هو قال لي السوليكس ورا قال لي دابا ديك الساعة دابا هو اون فورم ايه اون فورم دابا حقر لا طيب تعب عليك شي عادي ايه ويطيح بط وقلت ليه شتي ولا بيرلي ويدي لي قال لا خير عبد الله قلت لي لا نيت شكون اللي هاني فارغ تي ولا ما غير ما ولا ما اخويا قلت لي مركز عندي فيجي ويجي عندي قبل جا عندي باب وصل الله يذكره قال لك انت اللي عندنا ما تتوقفش وراه ما قال لك انت سكت وانا غادي نشوف كاش دير الله او بدينا هي هذيك تي قبطني هنا في الصومبالو فرر تي وقف تيشوف ليا صدري كندير او هادو تي وقف تيشوف ليا صدري تي عاوتاني تيدير دي مره فرر تاني عاوني سمو تيلقاني حدايا تيشوف ليا في صدري كندير او قلت لي هو جيد هادو ترى ما عرفتيش راه تيتريو بينا صباع وعشية هادو هو تيشوف دابا واش كاين راني تزكي بيخويك في ديك ربع ساعة قهر صافي ما بقاش ولا هيت يدير هكا وطرني ويقول لي دحن راه دكتور هذاك عرفتي بنتي يشوف في قلبك راه تيشوف دقات القلب قلت انا راه تنشوف لي دقات الرجلي واحد الخطرة مشى هو اللي مع داك الجرا وبالليل تيتحل العرق العينين وقفت
تنديرها هكا كنشوف فارياتي غوت بوا صبا بوا كيفاش بوا انت تتبوا بوا بوا دورا كلهم عينيهم زرق بحال هذاك بحال جا عندي الاخر بحال 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 جا عندي باموس قلت له فيليستاسيون قال لي فيليستاسيون توا قال لي هذا ما منين قلت شي واحد غادي يشد هذا شديتي قال لي برافو عليك قلت له المزح هذا قلت له مو جينيرال راه ماشي المزح كاشو حنا قلت له انتم تتريو بين الصباع والعشيه ولاعبين بالليل لان بالليل تتكون عندك زايده شويه هذا شويه هذا زو بزاف الحوايج مع وتا هذا المناسبه تنشكر حتى داك الفريق لان عطانا بزاف لا في الكره ولا حتى ملي جينا للعمل التدريب ديال الفئات الصغرى على راسهم نقول لكم سي فلوح قمنا بواحد الواجب مع ولاد الناس داكشي اللي درنا معاهم ولكن بفضل من بفضل الفريق الجيش الملك ماشي بفضل الفريق الجيش الملك عطانا بزاف الفريق الجيش الملك وحتى الدراري تبارك الله عليهم اللي كانوا مبطلتهم قدامكم حتى هما كانوا في المستوى. وكما هي العادة اختتمت ليلة التكريم والاعتراف في أجواء من النشاط والبهجة والسرور سيما في ظل حضور الحكم السابق عبد الرحمن الحوري الذي يتميز بخفة الدم وروح النكتة المراكشية. ما قلتها ما تنصرني الاول هما الثاني على داك اي قلتهم قلت لهم اي تقول لي